بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 73 بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا الشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل محمد يقول: أسأل فضيلة الشيخ عن موقفين أو عبارتين قرأتهم في أحد الكتب. عبارة: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، ما قصة ذلك مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. أم هانئ هي بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم. في عام الفتح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فإنه قال: من دخل بيت العباس بن عبد المطلب فهو آمن. ودخل رجل في بيت أم هاني فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا قد أجرت هذا. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. نعم. أيضا فضيلة الشيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، اجتمع أهل مكة في المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في داخل الكعبة يزيل ما فيها من الأذى الذي علق بها من الكفار والمشركين، يطهرها، طهرها باطنا وظاهرا من الأصنام والمعلقات. فخرج صلى الله عليه وسلم والناس قد اجتمعوا في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يصنع بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم طلقاء. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم بعد أن ظفر بهم، رغم ما قاموا به من معاداته وإخراجه من مكة ومضايقته صلى الله عليه وسلم، عفى عنهم كما قال الله جل وعلا في حقه: إنك لعلى خلق عظيم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول: ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول المواقيت الزمانية؟ لا ينعقد الإحرام بالحج قبل يعني دخول شوال، لا ينعقد الإحرام بالحج، وإنما يكون عمرة. نعم. أيضا فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من سافر من بلده إلى جدة ثم أدى العمرة فهل يحرم من جدة؟ إذا سافر من بلده خارج المواقيت، نعم، يريد العمرة، فإنه يحرم بالميقات الذي يمر عليه من المواقيت الخمسة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فلا يتعدى الميقات الذي على طريق وهو يريد الحج أو العمرة إلا وقد أحرم من ذلك الميقات، فإن تعداه فإنه يرجع إليه ويحرم منه، أما إن تعداه وأحرم بعد ما تعداه ينعقد إحرامه ويؤدي النسك، ولكن عليه فدية عن تعدي الميقات. نعم. يسأل عن الآية الكريمة في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية واضحة، يسألونك عن الروح، ما حقيقة الروح التي يتحرك بها الحيوان والإنسان، وإذا قبضت منه فإنه يصبح جثة هامدة لا حراك بها، ما حقيقة هذه الروح؟ أمره الله أن يقول: قل الروح من أمر ربي، فلا يعلم حقيقة الروح إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا لم أتمكن من قراءة الفاتحة لأن الإمام يشرع على طول
تقول في قراءة السورة التي بعدها؟ قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يستمع إلى قراءة إمامه، وإذا كان يجهر بها تكفي. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. هذه السائلة أم سالم تقول: أخت لي أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخرجت من مكة بدون عمرة، فماذا عليها الآن؟ إن كانت اشترطت عند إحرامها إن حبسني حابس محلي حيث حبستني فإنها تتحلل، إذا ضايقها الوقت ولم تتمكن، جاء السفر ولم تتمكن من أداء العمرة، فإنها تتحلل لأنها مشترطة. أما إذا لم تكن اشترطت فإنها لا بد إذا طهرت واغتسلت أن تؤدي العمرة، ولا تسافر تترك العمرة، بل تنتظر حتى يزول عنها الحيض وتغتسل ثم تؤدي عمرتها، ولو سافرت فإنها ترجع وتؤدي العمرة. نعم. أبو علي يقول: الشيخ صالح، أرجو أن تفصلوا على الشخص الذي فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا. إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فإن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت. نعم. يا شيخ، بالنسبة للشخص الذي وكل الغير في الرمي، وكله أن يرمي عنه بقية أيام التشريق. نعم، تجوز الوكالة بالرمي للعاجز الذي لا يستطيع الرمي بنفسه، فيجوز له أن يوكل من يرمي عنه، ولكن لا يسافر وقد بقيت عليه بقية أعمال الحج أو العمرة حتى يفرغ منها. نعم. يقول أبو علي: يا شيخ، أريد أن أخذ عمرة لوالدي ولوالدتي وقد ماتوا منذ زمن، هل أحرم لمرة واحدة أم أحرم لكل شخص بعمرة؟ لا بد من هذا، ما يشترك في العمرة اثنان، تعتمر عن اثنين، تحج عن اثنين، لا يكون الحج والعمرة بالنيابة إلا عن واحد. نعم. كيف يخرج للعمرة الثانية لوالده إذا أخذ لأمه؟ إذا جاء مرة ثانية يحرم لأمه. نعم. ما الحكم يا شيخ إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الطواف؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الطواف يصلي في مكانه، فإذا سلم الإمام يقوم ويكمل الطواف. نعم. يقول الشيخ في حديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ما المقصود في ذلك؟ الغضب، يعني شدة الغضب، إذا اشتد غضبه ولا يدري ما يقول ولا يتصور ما يقول فإنه لا يصح منه الطلاق ولا يقع منه، وكذلك العتق إذا اعتق مملوكه في شدة الغضب إنه لا ينفذ العتق. نعم. هل يعتد، يقول السائل يا شيخ، بالحساب الفلكي في رؤية الهلال؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ألا يجوز العمل بالحساب لدخول شهر رمضان؟ نعم. يسأل يا شيخ صالح عن صفة دعاء القنوت، وهل الزيادة عليه جائز في رمضان؟ يدعو بما تيسر له، وإن دعا بما ورد فذلك أفضل: اللهم أهدنا في من هديت وفي من عافيت، إلى آخره، دعاء الوارد، دعاء القنوت المعروف، إذا أتى به فهو أفضل، وإن دعا بغيره فلا بأس. نعم. السائلة تقول: عندي وساوس كثيرة وخصوصا فيما يتعلق بالصلاة والأمور الشرعية، هل يحاسب الإنسان على خواطره بهذه الوساوس؟ إذا حس بها يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يلتفت إليها، ويقطع هذه الوساوس ولا تضره إن شاء الله. نعم. سائل آخر يسأل عن حكم الصلاة على الكرسي، وهل يكون الأجر بمثابة الواقف؟ إن كان نافلة فإنه يكون على النص من أجر القائم، وإن كان فريضة فلا بد من القيام إلا للعاجز، إذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. هذه تسأل عن، تقول: أنا كبيرة في السن وأريد أن أردد الذكر المشروع، فما هو أفضل الذكر؟ أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا أفضل الذكر، والاستغفار، فتجمع بين التهليل والاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. هذا السائل يقول: في الحديث
الحديث يا شيخ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اشرحوا لي هذا الحديث، وهل لا بد من النية في الأعمال؟ نعم، هذا الحديث يدل على أن العمل لا يصح إلا بالنية، لا يصح إلا بالنية، أي اعتبار الأعمال وصحة الأعمال بالنيات، فعمل بدون نية لا يقبله الله سبحانه وتعالى. نعم. يوسف يقول يا شيخ ورد في بعض الأحاديث إياكم وخضراء الدمن، ما المقصود بذلك مأجورين؟ يا المرأة الجميلة من المنبت الردي، هي جميلة ولكن أصلها ردي، ليست مثلا متمسكة بعفتها ودينها، جمالها لا يكفي، هي مثل خضراء الدمن ما ينبت في منازل الناس، منازل البادية ينبت العشب الأخضر ويتغذى من هذه المنازل، هذه خضراء الدمن يعني المنازل. نعم. سائل آخر يا شيخ يسأل عن التلبية التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتى تقطع التلبية وخصوصا في العمرة والحج؟ يلبي من حين يحرم بالحج والعمرة، تستمر التلبية إلى أن يشرع في الطواف للعمرة، الطواف للعمرة، إذا أحرم بالعمرة يلبي من حين أحرم إلى أن يشرع في طواف العمرة ثم تنقطع التلبية، وأما في الحج فإنه يستمر في التلبية إلى أن يؤدي المناسك يوم العيد، يوم عيد الأضحى. نعم. أخيرا نسأل فضيلة الشيخ عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مناسككم مني، من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، المراد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك جميع العبادات، لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات على أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.